في الفيديو الآخر، دور قناة الجزيرة في دعم الإدارة الأمريكية في حربها على الإرهاب أو ما أطلق عليه هي الإسلاموفوبيا. دايما كانت بتعمل ربط بين الإرهاب والإسلام، يعني كانت بتعزز الفكرة دي قوي. حتى القنوات الجزيرة الناطقة بالإنجليزية كانت دايما تعرض أفلام عن الإرهابيين بيقتلوا حد، بيفجروا الناس، بيعذبوا النساء، دايما كانت باللغة الإنجليزية يعني مش لينا. فهي كانت بتمهد الرأي العام الدولي إن في حرب هتحصل عشان يبرر غزو العراق وأفغانستان والقتلى والجرحى والتشريد اللي حصل ده. ده كان دور قناة الجزيرة. يلا نشوف. In this ISIL video, 10 men thought to be tribal elders affiliated with the Taliban are forced to kneel on landmines. The execution, too horrible for us to broadcast in full, was condemned by Taliban High Command. Such brutal actions, who've never shied away from violent methods, are now disorientated and under الله attack. أكبر. الله أكبر. ها هنا يوجد كافر في هذا المكان، فماذا أنتم فاعلون؟ إذا كان المسلمون يهاجموننا ولو أنهم مصدر خطر، فماذا نفعل؟ النتيجة المنطقية هي العنف. ده يعني بعد الفيديو ده لازم المسلمين يهاجموا فورا، يعني طبعا طبعا ده دور مهم جدا قامت بيه قناة الجزيرة عشان تبرر عملية الغزو اللي حصلت. وبعد لما حصل الغزو دوت ابتدى يحصل هجوم شديد على الإدارة الأمريكية من العالم كله، مختلف الديانات ومختلف المجتمعات. ابتدى تحصل تظاهرات في العالم كله ضد إدارة بوش، بعد كمان أفغانستان وبعد العراق. فابتدت الإدارة الأمريكية تفكر مش عاوزة تخسر دورها في المنطقة بين العرب والمسلمين، فابتدت تنزل بوجه آخر اللي هو أوباما اللي جه القاهرة وراح قايل السلام عليكم، يعني انسوا بقى بوش اللي بيكره الإسلام والمسلمين، ده احنا جايبين لكم حاجة جميلة بقى. المجاهد أوباما اللي قام بدور تسويق المجاهد أوباما كانت قناة الجزيرة. بس عشان تعمل دوت لازم تخلينا ننسى اللي حصل في العراق، فعملت محاكمات صورية على برامجها. أيوة. اللي هي تهديك خالص وتخليك ده صدام ده، بعد ما هي اللي كانت بتشيطن صدام وتقول ان هو عنده سلاح دمار شامل و و و و و في الاخر راحت قالت يا جماعة ده الاطفال كانوا بيفرحوا جدا بالجنود الامريكان، دول هم اللي انقذوهم. فيبتدي يحصل جواك خلاص تقبل تاني للفكرة الامريكية. يلا نشوف فيديو المحاكمات الصورية. خلينا هلق ببوش، العالم كله من خلال ردود الأفعال على ضربه بالسرماي في العراق، الجميع يريد أن يحاكم هذا الشخص. أنا أقول أن هذه ثقافة الأحدية ليست من ثقافتي وليست من ثقافة رجل القانون. إيه؟ فبالتالي يجب علينا أن نكون واقعيين. بالنسبة للمواطنين هنا نرى أنهم فرحين مع فرحين بجيش الأمريكي. هذه جريدة المجلة الإبوان الفرنسية. يا ريت ترفع الصورة. هذه نرى أنهم يلعبون مع الجنود الأمريكان. هنا نراهم أنهم نرى أيضا هنا من كلهم يلعبون وكلهم يقبلون حتى في الأطفال العراقيين. هذا ليس احتلال. دي محاكمات صورية كانت برضو بتقوم بها قناة الجزيرة عشان تقرب المسافة شوية بين العرب والمسلمين وبين الإدارة الأمريكية الجديدة اللي مش عايزة تخسر دورها في المنطقة. عشان لما يجي أوباما ممكن نصدقه. وبالفعل جه أوباما وسوقوا له قناة الجزيرة، سوقت أوباما بأن هو الرجل المحب جدا للإسلام والمسلمين، وعملت تقارب تكتيكي مدروس بينه وبين الجماعات الإسلامية في المنطقة كلها، تمهيدا للتعاون اللي هيحصل في الربيع العربي.